صباح النور من جديد مشاهدينا. بكتيريا تنتج ذهبا، براءة اختراع لاكتشاف يعد الأول عالميا من توقيع الباحثتين العراقيتين شفق طارق والدكتورة أميرة الراوي. تسجيل الاكتشاف تم في بنك الجينات في أمريكا ويحمل اسم شام الذي يختصر اسمي العالمتين. للتوسع أكثر والحديث عن هذه البكتيريا النينوية، نينوية المنشأ، تنضم إلينا المشرفة على البحث الدكتورة أميرة محمود الراوي مباشرة عبر زوم من محافظة نينوى شمال العراق. دكتورة تحياتنا. أهلين وسهلين، صباح الخير. نحن فخورون بكما، فخورون بشام. بالفعل إنه اكتشاف يعد الأول عالميا، ولكن أخبرينا كيف يمكن للبكتيريا أن تنتج ذهبا؟ عفوا الصوت غير واضح. كنت عم بسألك عن سر هذا الاختراع الأول من نوعه عالميا، كيف يمكن للبكتيريا أن تنتج ذهبا؟ الحقيقة هذا البحث أجري كجزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه للباحثة وتحت إشرافي أنا الأستاذة الدكتورة أميرة محمود الراوي من جامعة الموصل كلية العلوم. نعم. تضمن البحث عزل وتقييس أنواع من البكتيريا التي لها القدرة على تخليق دقائق الذهب النانوية من عينات محلية من محافظة نينوى، شملت التربة والمياه والينابيع الحارة، وتم التركيز على مياه الينابيع الحارة في محافظة نينوى في العراق، في شمال العراق، وذلك لقلة الدراسات حول هذا الموضوع. نعم، كم استغرق دكتورة البحث معكما من وقت؟ البحث كحالة عملية استغرق بحدود 8 أشهر. نعم، ولماذا هذه البكتيريا موجودة في محافظة نينوى خصوصا؟ ما الذي يميز بيئة هذه المحافظة؟ الحقيقة التربة والمياه ومياه الينابيع ترب زاخرة وغنية بكل المعادن وبكل المكونات الأخرى التي لها العديد من التطبيقات والتي ممكن الاستفادة منها فيما بعد. نعم، ونوعية هذا الذهب سيدتي، هل تشبه نوعية الذهب الخالص، الذهب المعتاد اكتشافه في الطبيعة بشكل عام؟ يعني الذهب اللي تم العمل عليه هو عبارة عن دقائق ذهب نانوية وليس معدن الذهب. دقائق الذهب النانوية تم الحصول عليها من بيولوجية، أي عن طريق تخليقها عبر أنواع أو بواسطة أنواع معينة ومحددة من البكتيريا، تم تشخيصها وإرسال الجينات الدي ان اي المادة الوراثية لها إلى بنك الجينات العالمي في أمريكا، وتم تشخيص 3 أنواع لأول مرة عالمي من هذه البكتيريا التي تمتلك القدرة على تخليق جزيئات الذهب النانوية. نعم، ماذا يعني لكما وصولكما إلى بنك الجينات في أمريكا؟ نعم، تم تسجيل العزلات الثلاثة وقدرتها على تخليق جسيمات الذهب باسمي واسم الباحثة، وأعطي لها رمز شام على أساس أنه الأول حرفين هما اسم الباحثة السيدة شفق والحرفين الآخرين باسم أميرة. نعم. نعم. شفق طارق والدكتورة أميرة الراوي. دكتورة أميرة، تقولين أيضا، صحيح، تقولين في مقابلة سابقة إن هذا الذهب يمكن الاستفادة منه في مجالات تطبيقية مختلفة وفي يعني قطاعات مختلفة مثل الطب والصناعة، فسري لنا أكثر لو سمحتي.
نعم، يمكن الاستفادة من دقائق الذهب النانوية التي تم الحصول عليها في تطبيقات عدة، منها تطبيقات طبية تدخل في مجال الطب بشكل واسع، منها تطبيقات علاجية، منها تطبيقات صناعية وأخرى يستفاد منها بشكل كبير في حفظ الأغذية وفي الصناعات الغذائية الأخرى. نعم، وماذا بعد تسجيل براءة الاختراع؟ ما هي الخطوات العملية التالية التي عليكم أن تجتازوها؟ الحقيقة هناك خطة بحثية تم رسمها مع الباحثة التي نالت شهادة الدكتوراه الدكتورة شفق، وحددنا عدد من المحاور التي يمكن التواصل والعمل بها، ولكن نحتاج إلى عدد من التقنيات، وهذه التقنيات غير متوفرة في الجامعات العراقية، ونحن نحتاج إلى وجود أو توفر فاسيليتيز ودعم لتكملة هذا البحث والوصول إلى النتائج المرجوة إن شاء الله. هل تعملان على ذلك؟ هل تعملان على إيجاد هذه التسهيلات أو تطلبان المساعدة ربما من جهات خارج العراق؟ نعم، نتمنى ذلك، لأن وضع الجامعات العراقية لا زال، خاصة جامعة الرموزي، لا زالت تعاني من نقص الكثير من المواد والكثير من الأجهزة، وخاصة بعد أحداث التي مرت بها المحافظة. نعم، يعني العراق غني جدا لا شك، بكتيريا تنتج ذهبا، هذا في نينوى، هل يمكن أو هل تتوقعين بأن نكتشف هذا النوع من البكتيريا أيضا في محافظات عراقية أخرى؟ بالتأكيد، نعم. نعم، مثلا؟ هناك العديد من الأحضار البحثية وهناك العديد من التطبيقات التي ممكن أن نستفاد منها من خلال علم النانو تكنولوجي، هو علم واسع وعلم قائم بذاته، ولكن في على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي أعتقد هناك تأخر في اعتماد هذا النوع من العلوم في التطبيقات اللي ممكن أن نستفاد منها. نعم، والاستفادة منه لخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد العراقي، صحيح؟ عفوا الصوت لخلق ما واضح. لخلق لدي. فرص عمل وإنعاش الاقتصاد. بالتأكيد نعم، بالتأكيد نعم. مثل هذه البحوث تعتبر مايكرو فاكتوريز للحصول على مواد غاية في الأهمية من ولها دعم كبير في الجانب الاقتصادي. نعم. بالتأكيد. شركات صغيرة على العراق يزدهر أكثر وأكثر. المشرفة على البحث الدكتورة أميرة محمود الراوي، كنت معنا مباشرة من العراق، شكرا لك. شكرا جزيلا.